مرحبا، أنا اسمي طل وأنا من سوريا. أنا ترجيت أمي، ترجيتها مشان سجل هلأ شو عم بحكي. سجل كيف أنا عم حس، كيف حسيت وقت طل حكيت عن شو هي حسيت وحطوها بالحبس. حبسوها، زلوها، ضربوها، سموها جاسوسة. هي جاسوسة؟ إذا هي حكت ما أنا جاسوسة. الناس اللي ما بيحكوا هن الجاسوسات. شو بدي أقول؟ شو بدي أحكي؟ قوموا شوفوا قدامكم، شوفوا شو صاير. لا، عم يسرقوا البلد. إذا أم كان عندها أكثر من ولد واحد ما فيها، إذا ما فيها تطعمي حالها كيف بدها تطعمي أولادها؟ عم يسرقوها. كيف بدها تلاقي قطعة خبز على الأرض؟ إذا لقيت وحدة ما بتاكلها هي، بتعطيها لأولادها، ولازم تعطيها لأولادها. أنا شو هلأ عم بحكي كتير بدي اياكم تسمعوا منيح. بدي اياكم تسمعوا انه اصلا انا مو اسمي طل. انا يا ريت اسمي كان طل، يا ريت كان اسمي طل. مبسوطة بطل لانه حكت شو جواتها. هي مثل اختي، ويا ريتها كانت اختي. حبيت شو حكت ومبسوطة فيها، وانتو كمان لازم تنبسطوا فيها، لانه وقفت من الكراود، وقفت من كل العالم، وقفت من كل العالم بالبلد، وهي اللي حكت. وانتو شو عم تعملوا؟ قاعدين ما عم تعملوا شي. لازم تشوفوا، لازم تحسوا. لسوريا، وقت سمعت عن مصر انبسطتلن كتير. صحي ماتوا بس انبسطتلن. ليش ما بنعمل نفس الشي ونصير اقوى ونساعد حالنا ونوقف مع بعض؟ انا بدي اياكم تسمعوا منيح. وقفوا مع بعض، احكوا مع بعض، لا تسرقوا بعض.